Hi everyone, with you Mishima Munir. Welcome everyone. Today, let's start with Connect Primary 2 Unit 4 Part 1. النهاردة معنا مع منهج Connect التانية ابتدائي الدرس الرابع الجزء الأول Time to Play Sports Lessons 1, 2 and 3. Let's start with the new words. نبتدي مع بعض بالكلمات Football 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 Basketball 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 Swimming 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 Tennis 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 Team Team يا ولاد وهو الفريق Team Fun ممتع Fun Fun Ball 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 skip skip زي ما احنا شايفين الصوره بتنط الحبل skip game 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 jump 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 win win يربح او يفوز win throw 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 نيجي مع بعض بقى للجرامر للقاعدة اللي معايا النهاردة بالنسبة لسن 1 قاعدة كان كان بسأل بيها دايما عن القدرة الحاجة تقدر تعملها او لأ هنا بسأل بيها زي ما احنا شايفين asking about ability سؤال عن القدرة بحط كان في الاول ووراها السبجكت اللي هو الفاعل وبعدين الفيرب الفعل في الانفينيتيف فورم في المصدر تنشوف مع بعض ازاي for example لما اقول can you kick the ball بتعرف تركل الكرة بتعرف تشوت الكرة can you kick the ball لو أنا عاوز أجاوب بستخدم short answer يا إما في positive yes أو في negative بقول no برضو for example لو أنا عاوز أجاوب yes yes I can أيوة أنا بعرف أو بقدر أشوت الكرة لو أنا ما بعرفش بقول no I can't لا مش بعرف okay easy جدا سهلة جدا وبسيطة استخدامات بقى دلوقتي يا أولاد إزاي أفرق ما بينه وواي هنشوف مع بعض ازاي هو مبدئيا بسأل بيها دايما عن الأشخاص زي ما احنا شايفين كده بتقول هو plays football مين بيلعب كورة قدم قالت لها آدم يبقى أنا بسأل عن الشخص اللي بيلعب كرة القدم فالإجابة بتكون آدم لكن واي بسأل بيها دايما عن السبب why does Adam play sports ليه آدم بيلعب رياضة ردت عليها قالت لها It's fun لأنها ممتعة يبقى هو أشخاص why السبب ده كان الدرس بتاعنا النهاردة بتش تعملوا سبسكرايب أو اشتراك لو انت أول مرة تشوفوني Thanks for watching and see you soon Bye